مساء الخير، تشاهدون السلطة ما بيعة على تيلي ماروك ونناقش فيها هذا المساء. في تقريره السنوي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم معطيات وأرقاما مقلقة حول الوضع العام في المغرب، يتزامن ذلك مع تقديم حكومة سعد الدين العثماني لحصيلتها خلال الأربعة أشهر الأولى من ولايتها. 270 برلمانيا متقاعدا يجمعون رئيس مجلس النواب إلى القضاء مطالبين بصرف تقاعداتهم أو معاشاتهم، والحبيب المالكي يخضع لضغوطهم. سائقو التاكسيات يواصلون ممارسة شرع اليد ويطاردون سيارات النقل الخاص في الشوارع الكبرى والأزقة الصغرى. وفي صورة اليوم، أساتذة ومعلمون يصنعون الفرحة ويستقبلون التلاميذ بتزيين أقسامهم والترحيب بهم. أهلا بكم في السلطة الرابعة، نفتح النقاش بعد قليل. مساء الخير ومرحبا بكم معنا في السلطة الرابعة على تيلي ماروك. بإمكانكم التواصل معنا والتفاعل مع البرنامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا على الفيسبوك وعبر هاشتاغ السلطة الرابعة كيف ما كيبان أمامكم أسفل الشاشة على اليمين بالفرنسية. اليوم إذن في السلطة الرابعة معايا ثلاثة ديال الضيوف. سي محمد نوفل عامر، أنت رئيس الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة. مساء الخير. مساء الخير، شكرا سي كريم، شكرا على الاستضافة في برنامجكم المتميز ومرحبا بالضيوف الكرام. مرحبا بك. انت ايضا باحث في السياسات العموميه وتدبير الشان العام. معنا ايضا اليوم سي احمد قاوي. مساء الخير. مساء الخير. انت رئيس المرصد المغربي للمواطنه وحقوق الانسان، اهلا بك. معنا ايضا اليوم سي يوسف الفيلالي، الكاتب العام للمركز المغربي للحكامه والتسيير. مرحبا بك سي يوسف. اهلا وسهلا، شكرا على الدعوه. ومرحبا بكم حتى انتم مشاهدينا فيما كنتم معنا على تيلي ماروك في السلطة الرابعة. موضوعنا الرئيسي في النقاش اليوم هو التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كيتكلم على سنة 2016 او على ما قبل سنة 2016، على اي حال هو تقرير سنوي كيصدر من قبل هذا المجلس اللي كيترأسه نزار بركة، والتقرير اللي كاين موجود امامنا اليوم هو ديال سنة 2016، ولكن كيقدم معطيات وارقام واحصائيات الفترات كتمتد على اكثر من 15 السنة الماضية وكيقارنها بالوضع الحالي في المغرب، وكيقدم مجموعة من التوصيات لعدد من الهيئات اللي على رأسها طبعا الحكومة من أجل إصلاح الوضع العام في المغرب. اليوم غادي نتكلموا أكثر على الجانب السياسي والاجتماعي في هذا التقرير السنوي للمجلس الدستوري. مرحبا بكم معنا في السلطة الرابعة على تيلي ماروك. طيب باش نبداو، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نهاية المطاف هو مجلس استشاري، ولكن له ثقل مهم في صناعة القرار والشأن وتدبير الشأن العام في المغرب. تقرير السنوي هذا المراح من مجموعة من المعطيات من الأرقام اللي بعضها مقلق، خصوصا في قطاعات حيوية في المغرب اللي كنا كنتظروا انها تتطور بواحد الشكل اسرع مما هي عليه اليوم. بشكل عام لا بغيت نسولكم على كيفاش وجدتوا هذا التقرير السنوي ديال 2016 اللي صدر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. في البدايه لابد نشكركم سي كريم على الاستضافه، ولابد نهنيكم على هذا البرنامج المتميز اللي نهار على نهار تلقى الترحيب والاقبال من قبل المشاهدين الكرام. وفيما يخص المجلس الاستشاري اللي هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لابد بعدا نوضعوا المؤسسه ديال المجلس في السياق. شنو هي هذه المؤسسه؟ هي واحد المؤسسه اللي تتلعب دور استشاري، اللي جات سنه 2011 بالضبط في 21 فبراير 2011 فاش تاسست،
واللي كان تنصيص عليها الدستوري منذ دستور 1992 وانتظرنا مدة تقريبا ديال 19 سنة باش كانت هذه المؤسسة وباش تحدث هذه المؤسسة واللي كتلعب دور كبير ماشي فقط على المستوى الوطني على المستوى الدولي في جمع مختلف الفرقاء الاجتماعيين للنقاش والتباحث وفتح يعني المجال لكل الآراء المختلفة الإبراز ديالها. نتبعت عن قرب مختلف التقارير ديال المجلس وشفت بأنه المجلس وضع يعني الأسبوع لمجموعة من القضايا المهمة. فيما يخص التقرير 2016 تنظن أن الميزة الأساسية ديالو أنه شرح لنا مجموعة من القضايا وأعطانا مجموعة من النقاط والأرقام الأساسية خصوصا مسألة ديال مستوى المعيشة اللي المجلس نص على أنها ارتفعت من 8300 درهم سنويا إلى 15000 درهم سنويا والتي تطرح النقاش على معطى أساسي هو مستوى العيش ديال المغاربة اللي الآن تنلاحظوا وتنشهدوا أنه في تدني وأن القدرة الشرائية المواطنين تدنا يوم على يوم. وهنا تنطرحوا السؤال واش قادرين اننا نتجاوزوا هذا الاشكال الحقيقي او ممكن اننا نبقاو مستمرين فيه. على اي حال التقرير هو في ما يقارب 190 صفحه كيف ما اصدره المجلس وهو في ثلاثه ديال الاقسام اساسيه: الجانب الاقتصادي او الوضعيه الاقتصاديه، ثم الوضعيه الاجتماعيه والوضعيه البيئيه بحسب التخصصات ديال المجلس. اليوم حنا نتكلموا بشكل اكبر على الوضعيه الاجتماعيه، شنو رايك فيها سي احمد قاوي كناشط حقوقي ومعني بقضايا المواطنه بشكل يومي؟ فكل ما يقال على التقرير فغادي يمكن لي نتكلم على الجانب الاجتماعي ولا الجانب الحقوقي ديال التقرير. فبصراحة تقرير سوداوي وكيبان لي بأنه عدد من المجالات اللي كتمس يوميا المواطن مجالات اللي ممسوسة بهذه التقارير، لأننا ملي كنتكلموا في التقرير فأول حاجة كتجي وكتبان لينا هو المواطن البسيط، المواطن الفقير والطبقة المتوسطة، لأن كنشوفوا بأن التقرير فالطبقة الضعيفة راها ممسوسة بزاف. وإذا رجعنا للطبقة المتوسطة احنا غادي يوم على يوم كنحسوا بأن هذه الطبقة المتوسطة يمكن من هنا لواحد 5 سنوات أو 10 سنوات راه ما غتبقاش عندنا طبقة متوسطة، لأن المستوى العيشي ديالها راه حتى ما بقاش واحد القدرة الشرائية المهمة عند هذه الطبقة المتوسطة. والجانب الاجتماعي والجانب الحقوقي كيبان بأننا كل ما كنا نصبوا إليه في هاد الجهه فتيبان لنا ما وصلناش اللي بغينا نوصلوا ليه كحقوقيين وكاجتماعيين، وكنلمسوا بانه المواطن لحد الان راه ملمس والو من هاد الحكومه وما لمس والو من هاد التغيير، وعدد من الاشياء اللي كنا نصبوا ليها باقي ما وصلناش لها. طيب لما كنتكلموا على الوضعيه الاجتماعيه كيف ما كيقدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيها مجموعه من المجالات اللي هي اساسيه، كنتكلموا طبعا على المستوى المعيشي والاجتماعي، على التعليم والتربيه والتكوين، المجال الصحي بما فيه التغطيه الصحيه، ايضا عندنا المجال الحقوقي والمناخ الاجتماعي في البلاد، السكن، الوضعيه ديال حقوق الانسان لا بالنسبه للمراه ولا الاطفال ولا ذوي الاحتياجات الخاصه، ايضا المجال ديال الهجره، محاربه الجريمه. اليوم لما كنتكلموا على هذه القطاعات بحسب ما تسوقها لنا الحكومه سي يوسف، وانتم في المركز ديالكم كتتبعوا بشكل مباشر الحكمه والتسيير ديال الشان العام، واش كاين تماهي بين ما تقوله الحكومه سواء الحاليه ولا اللي سبقتها مع ما جاء به اليوم نزار بركه من خلال هذا التقرير السنوي ديالو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دونك هو تقرير اللي نجزاته في اطار الفصل 10 من القانون التنظيمي ديالها، اللي كينص على انها خصها تقوم بواحد التقرير سنوي كيغطي الجانب الاقتصادي والاجتماعي وحتى البيئي. هذا من جهه. من جهه اخرى دونك المجلس مؤسسه دستوريه مستقله، دونك المجلس هو قوه اقتراحيه مستقله على الحكومه وعلى البرلمان وحتى على يعني السلطه القضائيه، لأنه مستقل في القرارات ديالو اللي كيتاخذ. طبيعة الحال يعني يقوم بإنجاز تقارير موضوعاتية تتعلق بمجموعة ديال القطاعات، وفي نفس الوقت يقوم بإبداء الرأي في مجموعة ديال النقاط ويعطي توصيات عملية. إذا العمل ديال المجلس هو عمل مستقل على الحكومة.
هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى دونك يعني التقرير ديال المجلس تطرق هذه المرة المجموعة من النقاط تتعلق خصوصا بالقطاعات الاجتماعية، لأن حتى السياق اللي احنا فيه احنا في واحد السياق ديال يعني مطالب اجتماعية، كاين تحديات كبرى المغرب التحق الآن بالاتحاد الإفريقي، كاين طلب التحاق بمجموعة الدول غرب إفريقيا، كاين واحد السياق دولي يعني تباطؤ النمو في مجموعة ديال الدول متقدمة. إذا حتى تقرير ديال المجلس ديال هذه السنة جاء واحد تقرير خاص اللي حاول يركز على التشغيل، على الصحة، على المشكل ديال البطالة اللي عندنا. دونك مجموعة من النقاط كتتعلق بالقطاعات الاجتماعية الحيوية وبطبيعة الحال رجع الاختلالات البنيوية اللي عندنا في الاقتصاد الوطني ديالنا. نشوفوا تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع دابا. على أي حال إذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر تقريره للعام 2016. كثير من المعطيات والأرقام مع قليل من الحلول وعدد من التوصيات، المجلس يرسم صورة سوداوية بيضاء تتأرجح بين اللونين في كثير من القطاعات عن واقع الحال في بلادنا، وأحيانا حتى من دون ألوان أو تختلط الألوان حتى لا نعرف ولا ندرك إلى أين نحن سائرون. بين تقرير نزار بركة وحصيلة بن كيران وتطلعات سعد الدين العثماني، كيف هو حال الوطن والمواطنين؟ تقرير محسن كمكم. تحذيرات كثيرة تلك التي حملها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحكومة المغربية، في حين رسم صورة قاتمة بخصوص عدة قطاعات. مجلس نزار بركة أبدى تخوفه من خطوة فرض رسوم على التعليم العمومي، إذ أن ذلك من شأنه تعميق الفوارق في ولوجية المغاربة إلى تعليم ذي جودة، خصوصا في ظل انتشار الاكتظاظ والنقص البنيوي للمنظومة التعليمية. وفيما دعا المجلس إلى تحقيق مزيد من التكامل والإدماج الاقتصاديين بين الوسطين الحضري والقروي، أورد أن معدل تجديد بطاقات المساعدة الطبية الرميد في صفوف المصنفين في خانة الهشاشة عرف في الآونة الأخيرة انخفاضاً حاداً، وعدد المجلس ما قال إنها صعوبات تحول دون حصول المواطنين على العلاجات والأدوية، يرافقها قصور في توفير الخدمات المتخصصة أو الخدمات الجراحية وتوفير قاعات للعلاج مجهزة بمعدات وأطر عاملة متخصصة. وعن وضعية المرأة قال التقرير إنها لم تشهد أي تحسن خلال السنة المنصرمة، مسجلا ارتفاعا في عدد النساء المعنفات. طيب هذه بعض من النقاط الرئيسية والكبرى اللي جات في التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ناخذ تعليقكم سي محمد نوفل عامر. كما كنتكلموا على الوضعية الاجتماعية في المغرب، شنو أكثر ما يثيرك مما جاء في هذا التقرير ديال المجلس؟ بداية لابد نعطي واحد انطباع أن التقرير هو تقرير تشريحي تعبر على آراء مختلف المغاربة، وتنظن بأنه الموضوعية اللي تكتب بها التقرير مهمة جدا، لكن الإشكال فين هو؟ ماشي في الاختلافنا مع التشريح اللي دار والتشخيص اللي دار المجلس، بقدر ما هو يعني المسببات ديال الوضع. اليوم المغرب إلى رجعنا للتقرير ديال 2015 غلقوا مجموعة من الإشكالات اللي تتعاود ديال المجلس بحد ذاته، إلى رجعنا ل 2014 غلقوا نفس المسببات. ولكن الإشكال في التقرير هو المتلقي ديالو الحكومة، واش تتستمع لهذا التقرير، واش تتعبر عليه، واش تتعطي فيه آراء، واش عندها إمكانية ديال إيجاد الحلول اللي تطرح اللي ديال هذه الإشكالات اللي كيطرحها التقرير. هذه المقارنة اللي بغينا نعملو اليوم بين هذا التشريح اللي عملو المجلس ديال نزار بركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع التدبير العام اللي كتقوم به الحكومة سواء اللي فاتت ولا هذه. للأسف غادي في نفس الاتجاه. للأسف أن
مختلف التقارير اللي دارها المجلس اللي تتهضر على الوضع الاجتماعي على الخصوص، وخصوصا التقرير ديال 2016 الحكومه الرؤيه ديالها مغيبه، لانه كنت كنتمنى ان الحكومه الحاليه في سيروره الاعداد لمشروع قانون الماليه 2018 كان خصها تستند على هذا التقرير، لانه تعطي واحد المجموعه ديال الاوضاع اللي هي حقيقه تحتاج للتدخل الاني. اولا ملي كنهضروا على الصحه تنشوفوا الان، تنتكلموا على بطاقه الرميد كحصيله مهمه، لكن تنشوفوا التجديد ديالها فيه اشكال، وكنشوفوا ان المواطن البسيط اللي هو تيستفد من هذه البطاقه باقي ما عندوش الولوج. ثانيا ان الاستفاده من هذه البطاقه فيها اشكال، لانه كاين ناس عندهم انظمه اخرى ديال التغطيه الصحيه وكيستافدوا من الرماد. اليوم خاصنا واحد تعريف موحد الاجتماعي اللي من خلاله كيكون عندنا رؤيه شامله ديال الانظمه ديال التعاضد والانظمه الاجتماعيه ديال التغطيه الصحيه، اللي المواطن كنعرفوا واش من النظام هو منخرط فيه، ما يمكنلوش ينخرط في نظام ما يكونش ينخرط في جوج انظمه. واخا بما انك ترتي هذه النقطه، نبقى مع المجال الصحي اللي خصص ليه تقرير حيز مهم جدا، تكلم على المجال الصحي بشكل عام وما يقدمه من خدمات على التغطيه الصحيه، وايضا على نظام او انظمه نظام المساعده الاجتماعيه خصوصا رميد. سي احمد قاوي، وفي علاقه مع حقوق الانسان اللي من اساسياتها هي الحق في العلاج وفي الصحه، ما يرسم اليوم المجلس واش كتلاحظوا ان وزاره الصحه ومعها الحكومه واعين به وغادين في طريق انهم يزولوا المسائل اللي هي سلبيه؟ كنتكلموا مثلا على انه الانظمه ديال التغطيه الصحيه كلها لو اجتمعت يلا كتغطي حوالي 60% من الناس اللي كيشتغلوا في المغرب. فسي كريم، ما فيها بس قبل لا نهضر على الكوتي ديال الصحه، فالتقرير انا كيبان ليا التقرير ضم واحد الصوره قاتمه في عدد من القطاعات ومن ضمنهم القطاع الصحي. ف كيبان لنا المشكل الكبير هو ضعف في الجوده ديال الخدمات، مشكل التضخم، هناك قله الكفاءات في جميع القطاعات وفيما فيها القطاع الصحي. والمشكل الكبير اللي عندنا هو غياب روح المسؤوليه عند الموظفين. فاحنا كحقوقيين كنطالبوا غير هذاك المواطن ملي كيجي مشكل صحي ولا كيجي في الرميد ولا كيجي عندنا حنا كيقصدنا كمنظمه حقوقيه اننا نساندوه ولا ندافعوا فيه، راه ما كيلقاش حتى الاستقبال، راه ما كيلقاش حتى كلمه زوينه كيقولوها ليه. راه الانسان راه بعض الخطرات راه ما تيبغيش منك تخدم معاه، غير وجهه عونه، راه بنادم ما عندوش. طيب غير في هذه النقطه، غير نعطيك المثال ديال التغطيه الصحيه في 2015 نسبه التغطيه الصحيه في الانظمه كلها كانت تقريبا 53%، في 2016 صبحت 60%، ممكن هذه السنة ترتفع أكثر لأنه كاين عدد من الإجراءات، منها تغطية صحية للطلبة الجامعيين، شمل الوالدين بتغطية صحية في القطاع العام، وضمان الاجتماعي اليوم سينيسيس اللي أصبح متاح للمهن الحرة بما فيه التغطية الصحية. واش هذا الشيء ما كيشفعش للحكومة كيقول أنها واعية بالمشاكل اللي كاينة وهي كتلقى لها حلول، ولا ممكن نعتبروا هذا الشيء غير كافي؟ سي كريم، باش ما نكونوش سوداويه، نحنا كنتمنوا هذا الشيء، ولكن المشكل راه حنا دابا اللي كنقلبوا عليه راه بغينا الاجراءات الملموسه اللي كيحس بها المواطن البسيط في المعيش اليومي ديالو. ملي كنتكلموا على الرميد راه اجي معايا وخذ هذيك لاكارت ديال الرميد ونمشيو انا وياك وندخلوا ونشوفوا الاستقبال اللي غيستقبلوك هذوك الناس بهذيك لاكارت. راه ما عندك حتى حاجه، راه تيجريو على الناس، راه الناس كيباتوا في الزنقه، راه الناس ما تيلقاوش اشنو بيش الدواء. وخصك تشوف تخرج في الليل وتمشي معايا لي زيرجونس وغتشوف واحد الحاله اللي كاينه في لي زيرجونس، حاله يرثى لها ما يمكنش. طيب المواطن انت هنا كتكلم من منطلق حقوقي، نمشي عند السي يوسف باش يتكلم لي من جانبه على مستوى الحكامه والتدبير في الشان العام. يقول لك مواطن شنو الفائده اصلا من هذه التغطيه الاجتماعيه ولا من هذا النظام ديال الرميد ولا هذه لاكارت اللي تعطيها ليا، وانا فاش نمشي للسبيطار ما نلقاش السكانير وما نلقاش الراديو وما نلقاش الدواء وما نلقاش الطبيب اللي يستقبلني، ولقى مواعيد ديال شفنا مواعيد تشوفهم كل نهار ديال 6 شهور ديال العام حتى، لانه ما كاينش. شنو الفائده من هذا الشيء اذا كانت غير مجرد ارقام نقولوا المغاربه راه 60% عندهم التغطيه الصحيه ولكن عمليا ما كايناش؟ الوغ الاشكال اذا بغينا نركزوا على واحد النقطه اساسيه، المشكل اللي كاين ما كاينش يعني في تعميم التغطيه ولا ان المواطن يتوفر فقط على البطاقه ولا حتى في المساله ديال التجديد. المشكل هو اكبر من هذا، المشكل يتعلق بعدا بتجويد الخدمات الصحيه
ومساله الولوج الى هذه الخدمات، لان كما كنعرفوا مجموعه ديال المواطنين تيفضلوا انهم يمشيو ياخذوا قروض ويمشيو يتعالجوا في مصحات اللي هي خصوصيه. هذا اشكال كبير، يعني ما كاينش دمقرطه الولوج الى المستشفى العمومي. كاين واحد المساله اخرى حتى هي خصنا ننتبهوا ليها. هنا في التقرير تنقولوا بان معدل السرير الواحد لكل 1551 نسمه سرير في السرير في 2016، ملي كنرجعوا ل 2015 كنقولوا كاين سرير واحد لكل 1586 نسمه. هذا رقم خطير انا بالنسبه ليا، لان في الدول المتقدمه راه كيكون مجمع سكني في واحد 200 ولا 300 نسمه، كيكون سرير ليلي مخصص لهذاك المجمع، يعني اي واحد فيهم يتهز المستعجلات غيمشي كاين الاستقبال غيلقى السرير ديالو. وتبسيط المسائل بيان سور الولوج يعني للطبيب يعني يمكن له يدار بواحد السرعه عبر النظام الالكتروني، يعني كاين حتى الرقمنه الطبيه. دونك هنا اشكال كبير كيتجاوز المسألة ديال توفر على البطاقة ديال الرميض. أنشيل واحد نقطة أخرى بعجالة وبسرعة وهي أن أنا أنوه العمل اللي يقوم به المجلس. احنا كنعرفوهم الاخوان كيجتهدوا كيعملوا بطريقه علميه وتقنيه، شيء جيد. طيب الملاحظه اللي عندي انايا وهي مزيان اننا نبقاو يعني في واحد التوصيات اللي هي افقيه، ولكن حان الوقت لكي نعطي توصيات دقيقه اللي غتنزل بطريقه يعني غتهبط بطريقه افقيه. بغينا حلول واجراءات يعني اللي يمكن لها تفعل بواحد السرعه قصوى. بغينا يعني يعطيو واحد الاجراءات ملموسه ويقدموها للحكومه باش نعالجوا الاشكاليات الكبرى، لان كما نعلم هناك عده تقارير. طيب. ولكن التوصيات بغينا اجراءات عمليه. شكرا لك سيدي. فعاله وسريعه. غنرجعوا نكملوا النقاش على التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من بعد الفاصل في الجزء الثاني من سلطه رابعه، ولكن قبل خلينا نشوفوا ميزان الاخبار. طيب فين هو ميزان الاخبار؟ ها ميزان الاخبار. ميزان الاخبار كيقول لنا انه 270 برلماني متقاعدين، يعني اللي انتهت ولايتهم مع الانتخابات التشريعيه اللي فاتت ما بقاوش برلمانيين، كملوا 5 سنين ديالهم. القانون كيقول انهم عندهم على كل سنه تشريعيه برلمانيه عندهم 1000 درهم ديال المعاش ديالهم، جمعوا 5000 درهم الواحد 270. اليوم كاين واقع اللي هو معروف ديال صندوق المعاشات ديال البرلمان شبه مفلس ولا حتى مفلس. الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب ما قامش بتحويل الملفات ديالهم باش يتم منحهم المعاشات اللي هي قانونيا حتى الان ديالهم في نهايه المطاف. جامعوا دعوة تنسيقيه فيها 270 برلماني عينوا محامي ورفعوا قضيه ضد رئيس مجلس النواب على هذا الموضوع هذا، وطالبوا ب 5000 درهم كل شهر او انه يعطيهم راس مال واحد وانتهي القصه. 34 مليون 340 الف درهم اللي كيطلبوا البرلمانيين. 270 برلماني كانوا كيمثلوا المغاربه، بغاو كل واحد 34 مليون كل واحد، لانهم كانوا 5 سنين برلمانيين وكانوا كيتخلصوا فيها كاملين 36 الف درهم على يتحل. مع كل الامتيازات اللي عندهم. الحبيب المالكي في نهايه المطاف قال لهم اوكي وغتاخذوا 5000 درهم في الشهر غير ما تديونيش للمحكمه. هذا الشيء اللي وقع في الحقيقه. شنو كنقول في الحقيقه؟ النقاش ديال المعاشات البرلمانيين هو نقاش المغرب كله تيتكلم عليه، ولا دخلتي الان الوسائل الاتصال اللي هي الوسائط الاجتماعيه الفيسبوك وغيره غتلقى ان نقاش موجود عند المغاربه والناس كلها تتعطي فيه اراء. انا شخصيا مع معاشات البرلمانيين لانهم كانوا كيؤديوا واحد الخدمه وطنيه بحالو بحال اي موظف كان كيؤدي خدمه، ولكن مع اعاده اصلاح هذا المعاش خصو يتعاش الطريقه باش هو تيدار دابا خصو يتعاد فيها النظر. واحد الان عندها 27 عام خارجه من البرلمان وتعطى لها 5000 درهم كتقاعديه خارجه في 27 سنه، تنظن بان الدول المتقدمه كلما كتعطى المعاشات حتى الاخر ديال التقاعد نحتفظوا لها بهذاك المعاش ديالها ملي توصل السن القانوني 63 عام بحالها بحال بقيه الموظفين ديال المغاربه يمكن لهم ياخذوا التقاعد ديالهم. سي احمد القاوي. انا اولا فكنتمن هذا العمل ديال السيد رئيس مجلس النواب لانه عمل جريء، وتيبان لي بانه رئيس مجلس النواب استمع لنبض الشارع، لانه عرفنا لو ديبا اللي عرفوا هذا المشكل لا في الفيسبوك لا في نطاق الجمعيات الحقوقيه ولا جمعيات المجتمع المدني. فبصراحه فاللهم ان هذا منكر، انا ضد هاد المعاشات
وكنقولوا بانه وضد الفكره ديال التزامل ديالي، واخا هو تيبان ليه بانه خاص يتسناو حتى 60 سنه، والجواب راه قلتي انت ملي قلتي 27 واش من معقول واحد جا خدم 3 شهور 6 شهور ياخذ معاش والشباب باركين؟ معاش عنده شهور الشباب ماشي 6 شهور. لا غير بوغ تو دير ماشي 6 شهور الشباب خدامين باش تخدم باش تاخذ المعاش. كاينه امور مقنه 1000 درهم على كل سنه، 1000 درهم على كل سنه. غير باش نكونوا واقعيين، تطرح مشكل كبير ديال التقاعد، ولاو الناس اللي كان خصهم انهم بغي يخرجوا في 60 سنه ولاو اوبليجي باش يزيدوا ويشتغلوا وهما في ذاك الوقت، لانهم كل واحد كان بروغرامي راسه غادي يخرج وغادي يستمتع سن التقاعد اي ويستمتع بالمعيش ديالو ويستمتع بالحضور ديالو الاجتماعي، وتحرم في كونتر كنعطيو لهاد الناس كيبان ليا هاد الناس بركه، راه ديك الخلصه بركه بالنسبه ليا انايا. كاين جوج ديال المقاربات خصنا باش نكون واضحين باختصار، باختصار كاين حق التقاعد، حق التقاعد انا كمنخرط نكون برلماني نكون حكومي نكون موظف، انا منخرط في واحد الصندوق خص يعني هذاك يعني المشغل يتحمل المسؤوليه الكامله باش يوفر لي التقاعد. دابا ماشي مشغل، لا بلاتي بالنسبه للحاله ديال الدوله كتحمل المسؤوليه ديالها. ماشي مشغل، النواب البرلمانيين ماشي كيشتغلوا، ما عندهمش عقود عمل في البرلمان، ما عندهمش عقود عمل، ولكن البرلماني مكلفين بمهمه. لا البرلماني يؤدي واحد العمل وعنده كياخذ واحد التعويضات على العمل اللي كيقوم به، وهو منخرط في واحد الصندوق. اذا خص المسؤول عند الصندوق يوفر له التقاعد ديالو، يعني هذه غير من ناحيه يعني المنطقيه. انا جد متفق مع الاستاذين في هذه المساله، خص المراجعه ديال المعاش، والدوله خصها تعطي المثال وحتى البرلمانيين الممثلين ديال الامه في السياسه التقشفيه العامه للبلاد. نقطه اخيره ومهمه، المشكل اللي واقع دابا في التقاعد اختلال ديال التدبير وتراكم المشكل، وما كانش يعني واحد التدبير توقعي، وما كانش حتى يعني خريطه ديال المخاطر، ما وضعوش حتى السيناريوهات اللي يمكن لها تكون، وهذه هي الحاله اللي وصلوا ليها في التقاعد ديال البرلمانيين. شكرا لك، مازال غنرجعوا لهذا الموضوع، ومرحبا بشي واحد من 270 برلماني اللي في هذا الموضوع هذا، ولا برلمانيين ثانيين والناس اللي بغاو يتكلموا في هذا الموضوع. مرحبا بكم معنا في البرنامج، نقاش متواصل بعد الفاصل في السلطه الرابعه على تيليماغوك. مساء الخير ومرحبا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من السلطة الرابعة على تيلي ماروك، وهذا تذكير بأبرز ما نناقش فيها هذا المساء. في تقريره السنوي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم معطيات وأرقاما مقلقة حول الوضع العام في المغرب، يتزامن ذلك مع تقديم حكومة سعد الدين العثماني لحصيلتها خلال الأربعة أشهر الأولى من ولايتها. 270 برلمانيا متقاعدا يجرون رئيس مجلس النواب إلى القضاء مطالبين بصرف معاشاتهم، والحبيب المالكي يخضع لضغوطه. سائقو والتاكسيات يواصلون ممارسة شرع اليد ويطاردون سيارات النقل الخاص في الشوارع الكبرى والأزقة الصغرى. وفي صورة اليوم، أساتذة ومعلمون يصنعون الفرحة ويستقبلون التلاميذ بتزيين أقسامهم والترحيب بهم. أهلا بكم في السلطة الرابعة، نفتح النقاش بعد قليل. مساء الخير ومرحبا بكم معنا إذن في السلطة الرابعة على تيلي ماروك. بإمكانكم التواصل معنا والتفاعل مع البرنامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وصفحتنا على الفيسبوك وعبر هاشتاغ سلطة الرابعة، كيف ما كيبان أمامكم أسفل الشاشة على اليمين مكتوب بالفرنسية. اليوم إذن في السلطة الرابعة معايا ثلاثة ديال ضيوف، سي محمد نوفل عامر رئيس الرابطة المغربية للشباب من أجل التنمية والحداثة، سي أحمد قاوي رئيس المرصد المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، والسي يوسف القراوي الفلالي الكاتب العام للمركز المغربي للحكامة
والتسيير. مرحبا بكم كاملين. انا جو نتكلموا دابا شويه على التقرير السنوي ديال المركز او المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الوضعيه العامه في المغرب، ولكن قبل خلينا نشوفوا فقره ابيض اسود شنو فيها هذا المساء. فقرة أبيض أسود اليوم غادي نرجعوا للموضوع اللي مازال غنكملوا فيه في حلقات أخرى ونجيبوا معنيين بالموضوع وبالملف باش يناقشوه معنا، الحرب المعلنة والغير معلنة بين سائقي وأرباب سيارات الأجرة في الدار البيضاء وفي الرباط مع شركات النقل الخاص أوبر وكريم في هذه المدينتين، وخصوصا مع الشباب اللي كيمتهنوا النقل الخاص اللي كيعتبروهم مالين طاكسيات خطافة أو نقل السري. شاءت الأقدار أنه احنا في طاقم سلطة الرابعة أول أمس نكونوا في قلب العاصفة لدى مغادرتنا لمقر القناة، مطاردة هوليودية لعدد من سيارات الأجرة لواحد من الشباب الممتهنين للنقل الخاص من خلال تطبيقات كريم وأوبر، والحصيلة كانت مما لا ننتظره، اعتداءات بالسب بالشتم بالعنف واحتجاز وفي نهاية المطاف. كنا شاهدي عيان على ما وقع، نمارس عملنا الصحفي المهني، فوجدنا أنفسنا في نهاية المطاف محتجزين من قبل عدد من السائقين. محسن قمقوم يروي لنا القصة كاملة بصور خاصة وحصرية لبرنامج السلطة الرابعة على تليماخوك. نرى هنا عشرات من سائقي سيارات الأسرة الصغيرة يطاردون سيارة نقل خاص يشتغل صاحبها بتطبيق أوبر أو كريم، وبداخل السيارة سائقها يتعارك مع واحد من سائقي سيارات الأسرة المتنكر في صفة زبون. شوفوا دي. معركة سائقي سيارات النقل الخاص التي تعتمد تطبيقي أوبر وكريم مع سائقي الطاكسيات بمدينة الدار البيضاء والرباط دليل على أزمة خانقة يعيشها قطاع النقل في بلادنا. السلطة الرابعة حاولت القيام بعملها وتصوير الوقائع، لكن سائقي الطاكسيات كان لهم موقف عدائي. وفي غفلة من الجميع فر السائق الشاب من محتجزيه، فاحتجز أرباب سيارات الأسرة الصحفيين مكانه. مجموعات مدربة من سائقي الطاكسيات تجوب الشوارع في أكبر مدن المملكة، يعرقلون السير ويطاردون سيارات يعتبرونها تمارس النقل السري بطرق بوليسية لا نراها إلا في الأفلام، ما يتسبب في عدد من حوادث السير، وفي حالات عديدة يصل الصدام بين سائقي أوبر وسيارات الأجرة إلى التشابك وتبادل الضرب والسب. فإلى متى يستمر هذا العبث في شوارعنا؟ وهذا هو السؤال الكبير اللي نهى به محسن قمقوم التقرير، الى متى سيستمر هذا العبث في شوارعنا؟ عرضنا لهذه القصه ولهذا التقرير هو من صميم عملنا الصحفي والمهني وليس لخلافات شخصيه، وما وقع من خلافات ربما شخصيه مع السائقين فما كانوا المحاكم وليس التلفزيون، ونحن هنا ليس لتصريف المواقف في نهايه المطاف، ولكن كنا شاهدي عيان ونمارس عملنا بنقل القصه والصوره كما وقعت موثقه هكا. هذه مسألة أصبحت معروفة اليوم في الدار البيضاء في الرباط، تاكسيات اليوم منظمين في جماعات كيقول لك المطاردة، الكمين، الصقور، القناصة، وكيطاردوا أوبر وكريم على اعتبار أنهم غير مرخصين، كيوقفوهم، كيعرقلوا السير، مطاردة البارح شفناها هوليودية كان ممكن يموت فيها شي واحد لا قدر الله، لأن السيد غادي بسرعة جنونية وهما تابعينه بزاف ديال السيارات، ممكن تشوف أمامك 10 طاكسيات تابعين طوموبيل، وهما اللي كيوقفوه، هما اللي كيحتاجزوه، هما اللي كيضبطوه وكياخذوا لي تليفون وكل شيء اللي عنده حتى يجي البوليس وكيمشي معاهم. فين ممكن يوصلنا هذا الشيء؟
تنشكرك على طرح بعد هذا الموضوع في هذا البرنامج أربعة الملاحظات أساسية. أولاً لابد نذكروا أن القطاع النقل في المغرب كيعيش أزمة، والمواطن المغربي أكبر ضحية لهذه الأزمة، لأنه المواطن المغربي ما كيقدرش يوصل لمكان العمل ديالو، ما كيقدرش يوصل. أنا راه الحضور ديالي معكم كان متأخر بسبب وسائل النقل، لأنه كاين فعلاً أزمة ديال النقل في المغرب. ثانيا لابد نتكلم على، وهنا لابد نهضر على حق النقل، لان المواطن خصو يستافد من النقل بجوده، بخدمات بكم ديالها موجود، بالوفره ديالها، وكذلك بخدمات اللي هي ايجابيه. ثانيا الملاحظه الثانيه هو انه الحكومه السابقه اللي هي كانت حكومه الاستاذ عباس الفاسي انخرطت في واحد المشروع ديال التحرير، وقف هذا المشروع، وقف المشروع ديال تحرير النقل، وخصوصا النقل الحضاري، وهاد لي زاغريمون اللي تدخل في اطار الريع الاقتصادي واللي مستفدين منه واحد المجموعه دون اخرى، وعلاش هما مستفدين منه الى غير ذلك. الملاحظه الثالثه هو انه هاد كريم ولا اوبر لابد كان خصها واحد التنظيم. الان هي تدخل في النقل السري، وهذا واقع في اطار القانون الحالي، لكن المساله الرابعه واللي هي الملاحظه الرابعه، مرفوض بتاتا ان شي واحد يقوم خارج اطار القانون بالتدخل المباشر. لاحظنا اش وقع في فاس سابقا، ولاحظنا اش وقع في بني ملال، ونترفض ان اليوم نديروا المحاكم الشعبيه. من المرفوض بتاتا تكون ما يسمى بالمحاكم الشعبيه اللي تعوض دور القضاء. اي مخالف القضاء والامن واجهزه الامن هي اللي خصها تمارس عملها، واللي خصها تقوم بالاجراءات القانونيه والزجريه ضد المخالفين، لكن يكون هناك محاكم شعبيه تنظن بانها غادي تعوض دور الدوله، وتعوض دور الانظمه ودور المؤسسات اللي حنا لابد خصنا نحافظوا عليها. اعتقال المواطنين وضبطهم ولا حتى المجرمين المشتبه فيهم هي صفة وحق فقط للشرطة بالقانون الجنائي وصفة الضبطية اللي عندها. لما كيتحول هذه الصفة عن سائقي الطاكسيات اليوم، بغض النظر على أن هذوك الناس مخالفين للقانون، ولكن مش كل واحد مخالف للقانون احنا غنديروا فيه شرع يدينا وحنا اللي نطبقوا فيه القانون. أولا سي كريم، حنا كحقوقيين كنندوا بهذا العمل، لأننا كنعتبروه عمل بلطاجي باش نكونوا صريحين. فهذه العملية اللي قاموا بها الإخوان أنهم يقوموا باحتجاز سواء المواطنين أو سواء طاقم صحفي ديال تيليماروك، وبليس دو سا أنهم هاد الناس يقومون بعرقلات السير، ويقدروا يكونوا سبب في عدد من الحوادث. فكل ما نطالب به نحن كحقوقيين وكفاعلين في الجانب في المجتمع المدني في مدينة الدار البيضاء، فبصراحة خص الأمن يدخل، لأن هذا تسيب. فاحنا ما بقيناش كنشوفوا هادو ليسوا بسائقي تاكسيات، بل أنا كيبانوا لي هادو ولاو عصابات. فمن العار أننا نشوفوا بحال هاد لي زاكسيون كيوقعوا في مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط، واللي وخصنا اونتر بارونتيز. فعاد هنا هضر الأخ على تحرير القطاع، فأنا كان عندي لقاء الأسبوع الماضي في الوزير السابق للتجهيز والنقل، فقال لي بفمه بأنه كان وضع مشروع في تحرير القطاع، وهذا المشروع غادي يقدر انه يحرر لنا 200 الف منصب شغل. واش هاد الوليدات ما خصهمش يخدموا؟ وكان انه عنده غادي انه يزيل الكريمات. فاحنا كنشوفوا بانه المواطن من حقه يختار، لانه باش تكون واحد المنافسه، وعلى المواطن الاختيار الانسب، فهمتي؟ ماشي تكون معركة في المجال الحضاري وفي أعين المواطنين في أعين المسؤولين وما كاينش هناك تدخل. فإنه كنشوفوا بأنه هاد الناس إلا كان عندهم الحق أنهم يشتغلوا يتعطى لهم ترخيص، ما كانش عندهم الحق يشتغلوا ما يتعطاش لهم ترخيص، وهاد الناس ما عندهمش الحق يقوموا بالعمل اللي كتقوم به الشرطة. واضح. سي يوسف شنو رأيك؟ فإحنا في المركز المغربي للحكمة والتسيير نندد بالعنف في الشوارع، هذه مسألة يعني متفقين عليها كاملين. إذا أول شيء بعدا خص المسؤول على القطاع ديال النقل خصو يتدخل، إن هذه مسألة خطيرة وظاهرة خطيرة ولات في الشوارع في مدينة الدار البيضاء ولا مدينة الرباط وحتى مدن أخرى ديال المملكة. كاين نقطة أساسية أخرى، أرباب النقل عندهم دور أساسي في التحسيس وفي التوعية بأن هذه المقاربة ديال شرع اليد
ما خصهاش تكون. كاين نقطة أساسية أخرى اللي تتعلق بالجانب القانوني، فبطبيعة الحال هاد الأنشطة ديال أوبر خص يدار لهم واحد التأطير واحد التقنين، لأن ملي غادي تكون عندهم واحد الشرعية قانونية، فأنا لا أظن أن يعني هاد الإخوان هادو ديال الطاكسي أنهم غادي يجيو يهجموا عليهم، يعني في غياب واحد المشروعية قانونية فهما يعني يلتجؤوا لسياسة شرع اليد. نقطة أخرى أساسية حتى هي خصنا نلاحظوها، خص يعني الدور ديال الامن حتى هو هنا يعني دور مهم، خص يكونوا يعني دوريات وتكون واحد الحركه تنشيطيه في المراكز اللي كيكونوا فيهم هاد الناس ديال اوبر وفي الاماكن اللي كيكونوا فيها حتى السائقين ديال الطاكسيات، باش يكون الامن اكثر في الشوارع. على اي حال لابد من القول اننا اليوم في هذا الموضوع لسنا طرف باي شكل كان نهائيا، نحن سلطة رابعة، نحن صحافة، وعلى نفس المسافة من الجميع. الموضوع مازال غادي نرجعوا ليه، وانتم ممثلين الطاكسيات اللي كتشوفونا اليوم ولا النقابات ولا المهنيين، مرحبا بكم معنا في البرنامج في سلطة رابعة، وحتى ممثلي هذه الشركات، ونفتحوا نقاش عمومي حول الموضوع اللي لازم انه يكون فيه فصل قانوني. غير عندي طلب شخصي وانساني، ما عنده لا علاقة لا بصحافة لا بمهنة لا حتى شي حاجة، الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تبعوا الطوموبيلات في الشارع ب10 وب5 و15 تاكسي تابعين طوموبيل وهو غادي في لوسونس انتيردي وغادي كيحرك في الضوء الاحمر، وانتم حتى انتم تابعينه. انا اللي شفت بعيني كان ممكن 4 ديال الناس يموتوا في هذيك المطارده، كان ممكن هذيك الطوموبيل دير اكسيدون الله يستر، كان شي واحد ممكن منكم يتأدى ولا يضرب واحد من الراجلين يقتلوه يولي في مصيبة ثانية، خوفا عليكم لأن كلنا مغاربة وكنا خوت وطاكسيات راهم والدينا وخوتنا وعمامنا وعائلة وحدة، وحتى هذوك الشباب اللي كيخدموا تما راهم حتى هما خوتنا وولادنا وولادكم. والحل إلا كاين هادشي كاع مخالف كما قالوا الأساتذة، يتسدوا الشركات من الأصل أوبر وكاريف ونهي النقاش بلا ما تبقى تابع هذا هنا وهذا هناك. ومرحبا بكم معنا في سلطة رابعة كاملين، وحتى المسؤولين كلهم اللي معنيين بهذا الموضوع، ونفتحوا النقاش في الموضوع. موضوعنا اللي غنرجعوا ليه دابا هو الوضع العام في المغرب من خلال التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مرحبا بكم في السلطة الرابعة على تيليماروك. طيب باش ننهيو النقاش على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللي مازال خاصو حتى هو حلقات كثيرة، ولكن الأهم هو نربطوها مع السياسة العمومية اللي كاينة اليوم. تكلمنا ولكن حتى باختصار على قطاع ديال الصحة، مازال غنتكلموا على التعليم في حلقات جاية، ولكن لما كنتكلموا على التعليم وعلى تشغيل المجلس كيصاد واحد العدد من المشاكل، عدد من الاختلالات، أنه متكاملين والتعليم والتكوين هو اللي كينتج الطبقة العاملة والناس اللي كيمشيوا للسوق. لا هذا القطاع نافع ولا هذا القطاع نافع، لما كنشوفوا هذا المجلس كيجينا واحد النوع من الخوف ومن القلق، وحنا كنشوفوا دابا هذا المشكل ديال الطاكسيات وديال النقل الخاص ما لاقينش ليه حل. لما كتشوف سينوف العامر التقرير السنوي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المعيش العام ديال المغاربه اليوم في علاقته بالشان الاجتماعي والاقتصادي والمناخ العام، واش كتلقى باننا عارفين راسنا شنو عندنا، شنو عايشين، شنو مشاكلنا، وشنو هي الحلول اللي ممكنه، ولا الواقع ها هو كاين والمسؤولين مدورين عينيهم عليه وغادي في شي طريق ثانيه؟ انا لابد نسجل ثلاثه الملاحظات اساسيه. الملاحظه الاولى هو ان التقرير كما سبق لي شرط تشخيصي واضح، وهنا تبين على ان التشخيص احنا في المغرب ما عندناش فيه اشكال. تقرير المجلس ومعه تقارير اخرى كتبين الواقع الحال، والمغرب يعني هو الواقع ما في لا مبالغه لا فيش لا مبالغه لا والو. لكن الملاحظة الثانية هو أنه مصير التقرير، إلا هضرنا على تشغيل كنموذج، المجلس سابقا دار واحد التقرير حول تشغيل الشباب واللي كان تقرير مهم جدا واللي كرصد فيه مجموعة من الاختلالات، وحنا تنعرفوا القانون ديال المجلس أن الآراء ديالو ملي تتعرض على الحكومة خاصها تبرر السبب عدم العمل بها. رغم ان تشغيل الشباب كان احاله ذاتيه، كان الحكومه من اللازم انها تعمل به، لانه كان فيه عدد كبير ديال المقترحات، كان فيه عدد كبير ديال الاراء المهمه لانقاذ التشغيل وتشجيع التشغيل وتشجيع المبادره الفرديه وحل مجموعه من الازمات المرتبطه بمجال ديال التشغيل. النقطه الثالثه والملاحظه الثالثه هو انه اليوم لازم علينا هذا التقرير هذا اننا نعاودوا نقراوه برؤيه اخرى، رؤيه كتحاول تلائم وتعطي التقائيه ما بين
اراء الحكومه، وهنا لابد نرجع الحصيله ديال 120 يوم ديال الحكومه اللي في الحقيقه العرف جرى انها حصيله 100 يوم. الحكومه الان دارت بدعه جديده سياسيه اللي هي 120 يوم، قدمتها في 150 يوم 150 يوم. اذا هاد التقرير لابد نحاولوا نقارنوه بشنو تدير الحكومه، تيبان لنا الا رجعنا لمجال الصحه ومازال تشغيل، وهنا كنعطي هذا القوس لابد نفتحوا ان الحكومه الى رصدناها قطاعيا لقينا ان في ظرف 4 أشهر كل وزير دار أوماكسيموم يعني في أكثر الحدود 4 تدابير، وبالتالي أن قطاعنا كنديروا تدبير في الشهر وهذا خطير جدا، ما تنقولوا السياسات كنقولوا تدبير. فهذا ضعف حكومي اللي خص هذا التقرير تنظر له الحكومة بعين أخرى، عين ديال المدبر اللي كيخصو يرصد واحد مجموعة ديال الأمور الإيجابية وتفعيلها على أرض الواقع. واحد المؤشر أو رقم كيذكره المجلس ممكن يعطينا شنو وقع في المغرب، كيقول أنه عدد الأيام ديال الإضراب كانت في 2015 تقريبا 267 ألف يوم ديال الإضراب في المجموع كاملة، 267 ألف يوم، لانه المجموع ديال الاضرابات كلهم اللي كاينين في البلاد. في 2016 تقريبا ضاعف الرقم ولا في 467 الف يوم ديال الاضراب، مجموع الاضرابات اللي كاينين من عند النقابات، من عند المحتجين، من عند الشارع، في القطاعات، في النقابات، كلهم الى جمعنا كان عندنا تقريبا 5000 يوم ديال الاضراب في سنه اللي فيها 3000 يوم. 365 وزير الداخلية فتيل كان تقريبا 75 إضراب في النهار. هذا هو رقم العام. 75 إضراب يوميا. في كل في كل في كل نهار كمعدل. شنو كيعني هذا الاحتجاج وهذا الاختيار ديال الاحتجاج في الشارع اليوم من قبل المغاربة لو ربطناه مع المعيش اليومي ومع الوضع الاجتماعي العام؟ أولا هذا رقم خطير، ولا كانت عنده واحد الدلالة، فالدلالة الأولى ديالو تدل على الاحتقان اللي كاين اليوم ما بين المجتمع المغربي ولا الطبقة العاملة وما بين الحكومة، وعدم التجاوب. وحتى إلى رجعنا للحوارات اللي كانت ما بين النقابات وما بين الحكومة، فحوارات كانت هزيلة وما خرجت بتا شي حاجة، وكان من المقرر أنه تكون حوارات كل 3 أشهر ما بين الحكومة وما بين وزير التشغيل، فهذه الحوارات الآن واقفة والناس ما عارفينش اش كيديروا. و الى مشينا قارنا هاد الرقم بالسنين الفارطة، فاننا كنقدروا نقارنوه واحد المقارنه سلبيه، باننا فهناك اعطاء المجال لعدد من الناس انهم يخرجوا للشارع. فاذا شفتي هاد الرقم تقدر تشدو، الا شفتيه من واحد الناحيه حقوقيه فكتلقاه بانه رقم ايجابي، انه الناس ولاو كيخرجوا ولاو كيقدروا يبينوا على الغضب ديالهم في الشارع. ولكن الا شديتي فيه انك تتقلب وكتبغي البلاد انها توصل لواحد المستوى الاقتصادي، وكتطلب ان الناس يجيو ويساهموا في اقتصاد المغرب ويجيو انفيستيو المغرب، وعير الان دابا حنا في صدد القيام بواحد السفر في اطار الدبلوماسيه الموازيه لعدد من الدول الاوروبيه، انك تجيب الناس انهم يستثمروا. فهذا الرقم راه كيهرب المستثمرين، لانه غير بغينا ربما نديروا ليه التجميل ونقولوا ارتفاع الوعي والحريه، لانه 2015 و2016 ما والو. شنو هذا الوعي اللي غير ارتفع سنه ولا ميم نيفو؟ الا سمحتي لي سي كريم، لابد هذا الموضوع نشوفوه من جميع الزوايا ديالو، لانه كاين واحد النقطه مهمه، ان الحكومه لاول مره ولا الاضراب مقابل اقتطاع من الاجر، وكاين تعطل الان في ما كنبقاش كما زمان مؤسسات الحوار الاجتماعي، الان ما كاينش حوار اجتماعي تقريبا اكثر من 5 سنوات. ولكن خمس سنوات في الاول لما كان الاضراب، كان الاضراب وكيكون بسيمانه ثلاث ايام ربع ايام، وما كانش كيكون الاقتطاع من الاجر، ما عمر المعدل السنوي فات 300,000 يوم. فوالا شي اللي بغيت نقول لك انه زمان العمومي والناس غادي. انا غادي نقول الاستاذ بانه ما كاينش تسيب، انا نقوله بالليني رغم انه كاين، ولكن كان لا سمح لي كان ما بقاش، رغم انه كاين الاقتطاع لكن عدد الايام
ديال الاضراب ارتفعت، وهذا مؤشر اولا ارتفاع الوعي الحقوقي في المغرب، هذا مؤشر ايجابي ان نوعيه الاحتجاج في المغرب حقوقي متفق معك نوعيه الاحتجاج، ولكن خارج اوقات العمل الا غادي ندير انايا واحد النشاط حقوقي وغنمس الخدمه العموميه ونمس المصالح ديال المواطن، فهذا راه كنمس بالحقوق ديال المواطن، هذا شيء ما خصوش يكون غير مقبول. هذه نظره مختصره على ان الوظيفه عباره عن عمل بسيط، لانه اولا كاين ارتفاع الوعي، ثانيا ان باختصار جدا، ثانيا ان الاهم في هادشي كله وان الاشكال ديال الاحتجاج في المغرب تطورات، لانه ملي كنكون احتجاج خصنا نختار الكلمه اللي الدور ديالي انا ما خديتوش دابا تياخذ الوقت ديالي، احتجاج عباره عن اضراب فهو مهم جدا لانه مقابله كاين العنف الى غير ذلك، وتنظر بان هذا مؤشر ايجابي لارتفاع الوعي الحقوقي في المغرب. واخا انا نمشي عندك دابا السي يوسف القراوي الفيلالي، المجلس كيقول لنا انه هاد الارقام اللي كنشوفوها مخيفه ديال الاضرابات وديال الناس في نهايه المطاف ما عجبهمش الحال، لانه ما كاينش واحد فرحان كيدير اضراب باش يحتفل، اللهم عيد الشغل هو اللي فيه احتفال ولكن فيه مطالب اجتماعيه في نهايه المطاف. كيقول المجلس بالحرف تعد هذه الوضعيه نتيجه مباشره لغياب حوار اجتماعي مؤسس ومنتظم، كما تعكس صعوبه متزايده في مجال الوساطه بين المقاولات والاجراء من اجل تفادي نزاعات الشغل الجماعيه والوقايه منها. شنو كيعني هذا الشيء؟ لا هو شوفوا اللي جينا نلاحظوا واحد الحاجه، يعني ثلاثه ديال الحكومات دابا الاخيره فالحوار الاجتماعي راه ما كانش في نفس المستوى، كان حوار اجتماعي، كان رفع في الاجور، كان انخفضنا حتى النسبه ديال الضريبه على الدخل في واحد الحكومه ديال السيد عباس الفاسي، بعد الحكومه ديال السيد بن كيران كانت زياده فقط ديال 600 درهم، الحكومه ديال السيد سعد الدين العثماني بون بطبيعه الحال خصو شويه ديال الوقت ولكن خص يبدا الحوار الاجتماعي، مازال ما كاين، لا كانت زياده في الوقت ديال السي عباس وكانت زياده اخرى في العهد ديال السي كيران ديال 600 درهم، هذا الشيء حنا عارفينه ماشي غادي نرجعوا لهذه المسائل كان الاقتطاع، دابا هذا ماشي هو الموضوع استاذ ما تقاطعنيش، لان ملي كنت انت كتكلم انا كنت كنتصنت لك، انت خصك تصنت ليا وهذه راه هي الديمقراطيه، لا وكتقاطعني في اشياء اللي انا عارفها. اذا دابا الاشكال اللي كاين وهو ان كاين هذه المساله دابا ديال الاضراب، كاين مساله اخرى ديال الخدمه العموميه، لان كما قلت الحق ديال الاضراب حق مشروع ولكن ما خصناش نقيسوا الحق ديال المواطن اللي كيمشي للمقاطعه على واحد الوثيقه وبالحجه ديال الاضراب ما كيلقاش شكون يتفاعل معاه، دونك كاين هذه النقطه هذه. كاين الله يخليك مساله اخرى، لان حنا جينا باش نناقشوا التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي، راه ثلاثه د النقاط اساسيه خصنا نلتفتوا لها وبطبيعه الحال بسرعه، راه الهدر المدرسي 350 الف حاله، راه هذا رقم خطير، دونك خص التحسيس والتوعيه الدار للعائلات اللي كاينين في المجال القروي وفي المناطق النائيه. نقطه اخرى العجز في المجال السكني، 400 الف وحده سكنيه في يعني بالنسبه للعجز، يعني كاين فشل حتى في السياسه السكنيه، وهادشي كيفسر ما وقع في الحسيمه في مناطق اخرى. اخر نقطه الله يخليك بالرجاله، يعني مستوى العيش راه كنقولوا الدوبل من 8315 ل 1900، راه هذا رقم خطير. واش كاين شي مواطن اليوم يقدر يعيش ب 1000 درهم في الشهر؟ واخا كان ضعفين يعني 30000 درهم، ما يمكنش المواطن يعيش ب 2000 درهم في الشهر، دونك كاين اشكال كبير، لان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كيخدموا بطريقه علميه، كيشوفوا بان راه تضاعفات النسبه من 2001 2014، ولكن حنا كمغاربه عارفين الواقع، واخا المواطن يشد حتى 10000 درهم الا كان عايش في مدينه الدار البيضاء راه ما غتكفيش، الا كان في مدن يعني فيهم المستوى ديال العيش نازل بحال مكناس غادي يمكن له يعيش، يمكن له يشري حتى شقه، راه كاين فوارق اجتماعيه كبيره ما بين الجهات المغربيه. انا غنرجع للتعقيب على باختصار على راي الاخوان، فربما الاخوان نظروا للمشكل بواحد المقاربه سياسيه او حزبيه، فالنظره اللي عندي انا لنفس الموضوع مقاربه محايده، انا جمعوي، انا عندي جمعيه علميه، لست بسياسي ولا احمل عير باش السياسي ماشي عيب، ليس بعيب ولكن هذا توضيح، تفضل باش نستمعوا له. مرحبا عير باش نهيو لانه سالينا باش نرجعوا دابا حنا في الاكسترا تايم، نرجعوا للموضوع باختصار وبشكل مباشر. فبصراحه فملي كنهضروا على انك اليوم كدير الاضراب ما كنحيدوش لك الفلوس، الغد ليه كنحيدوا لك الفلوس وكدير الاضراب، صافي دير راه كاين مشكل في المجتمع المغربي، وبان الموظف راه ما بقاش كيخاف، واخا تحيد ليه الفلوس راه كيخرج غدا يدير الاضراب. راه برك معاه اسيدي وهضر معاه وقول ليه الحلول وقول ليه اشنو بغيت منك. الحوار الاجتماعي يكون هو الحل. حنا غنرجعوا للمشكل الاساسي، هو خاص يكون حوار. وانا غنرجع لهذا الموضوع في حلقه ثانيه، مرحبا بكم، غنساليو دابا بصوره اليوم.
واخا هادشي اللي مظلم وضبابي وكيقلق بزاف في المغرب بزاف الحاجات اللي زوينين من بينهم بزاف الاساتذه والمعلمين اللي قبعونا واللي كبرونا في المدارس العموميه واللي مازال اجيال جديده منهم في هذه المدارس العموميه ورغم كل الظروف كيصنعوا الفرحه والوان جميله كيرسموها في الاقسام قبل حتى ما يفتتحوا الموسم الدراسي. شفنا نماذج ديال الاساتذه اللي منهم هذا الاستاذ اللي كيكتب للتلاميذ ديالو عوده ميمونه باذن الله وكيصبغ لهم القسم وكيزوقوه وكيرسم فيه وفي الخارج ديالو وكيدير فيه الورود والزهور على نفقته الخاصه. هذا هو الاهم من هادشي كامل. كنعرفوا القصه ديال الممرضه ايضا اللي كانت حضرات جناح ديال الاطفال مودع من مبادراتها الخاصه وخا ماشي من جيبها الخاصه ولكن جابت التمويلات. يعني وخا هادشي اللي صعيب كامل والوضع الاجتماعي هكا ولكن لا بغينا نغيره ولا بغينا نكونوا ايجابيين ممكن بمسائل بسيطه نصنعوا اشياء كثيره وجميله. بيان سور انا تنحيي هذه المبادره بعدا بالمناسبه تنشكركم على ان اخر الاشياء كتكون جميله في الحقيقه الختام هو مسك لان هذه المبادرات بحال هذه هي اللي تعطي الامل في المستقبل. الاهم هو انهم يتنشخصوا الواقع ما تيكونش عندنا نظره سوداويه تنشخصوا بموضوعيه ومي كنبغيو نبنيو المستقبل كنبنيوها بذره ديال الامل وهذه الذره هذه هي بحال هذا النوع ديال الاشياء وهاد المبادرات وكنظن ان التعليم ديالنا هو الرهان اللي خصنا نكسبوه باش نقدروا غدا نبنيو الاجيال ديال غدا. الازمه الحقيقيه اليوم كنتفقوا عليها كاملين ازمه التعليم واختصارا تنقول انه بهاد المبادرات من داخل المؤسسات التعليميه نقدروا نبنيو المغرب ديال غدا. سي احمد قاوي انا اول حاجه هاد الناس هادو ما يمكن ليا الا انني نرفع القبعه ديالي ليهم لانه بصراحه هاد الناس اللي كيجيو وكيعملوا بحال هاد الحوايج بمبادره شخصيه وبفلوسهم الشخصيين فهاد الناس اولا كيرسموا الفرحه في عين التلاميذ وملي تيتكلم الاستاذ على العزوف فمثل هاد الحوايج راه هي اللي كتحارب العزوف لان بحال هاد الاستاذ ولا هاد المعلم اللي قام بهادشي واستقبل التلاميذ البسطاء بهاد الطريقه وبهاد الفرحه وفرح بهم راه سوا يسير بانه التلاميذ الغد ليه غادي ينوضوا الصباح وغيفيقوا مع 6 الصباح وفرحانين انهم يجيو هاد المعلم. في المقابل خص الحكومه وخص المجتمع المدني ولا المجتمع الحقوقي يشجع بحال هاد الناس ويحاول انه يوجد لهم موارد ماليه باش يبقاو ويسيروا في هذا النهج. هذا مبادره جميله جدا تتعطينا يعني انطباع ديال التفاؤل واحيي من هذا المنبر جميع المعلمين الاساتذه ديال المغرب. كاد المعلم ان يكون رسولا دونك تحيه لهم كبيره وهما اللي غيكونوا وليداتنا هما اللي غادي يساعدونا باش نحفزوهم وغيديروا لهم المواكبه ولكن تنرجع لمساله مهمه اصلاح المنظومه ديال التعليم ونبقاو متفائلين راه المغرب البلد ديالنا بغينا له الخير وحتى هذا التقرير هذا راه رجع على يعني ذكر واحد المجموعه الانجازات اللي حققها المغرب يعني في المجال البيئي في المجال الدبلوماسي شكرا لك. حتى التوازنات الاقتصاديه راه كاينه نبقاو متفائلين شكرا لك. المغرب راه غادي مزيان. يوسف القباوي الفلالي الكاتب العام المركز المغربي للحكامه والتسيير شكرا لك. شكرا. سي محمد نوفل العامي رئيس الرابطه المغربيه للشباب من اجل التنميه والحداثه وشكرا لك. سي احمد قاوي رئيس المرصد المغربي المواطنه وحقوق الانسان ومرحبا بكم معنا دائما. سلطه شكرا رابعه شكرا لكم حتى انتم مشاهدينا فيما كنتم لكل فريق الاعمال والسلطه رابعه راجع غدا في نفس الموعد على تيلي ماروك. ختاما هذا كريم حضري يحييكم اطيب المنى والى الملتقى.